ساوث جيت حسام البدري الكرة المصرية بيلعب بنفس شكل ونفس الحكم بتاع مباراة كرواتيا، ولكن المرة دي ربنا ما سترهاش معاه وخلاه يتعادل مع اسكتلندا اللي عمل مباراة كبيرة قوي قوي قوي. هنتكلم معاك كتير في حلقة النهاردة، ومعاكم مصطفى، ودي حلقة جديدة من أول اليورو، والنهاردة هنتكلم عن مباراة انجلترا واسكتلندا. حطني رقم واحد في الهجاصين. المنتخب الانجليزي بدا النهارده بنفس تشكيل مباراه اللي فاتت تقريبا، ولكن في تغييرين في ارض الملعب، هو ريس جيمس بدل ووكر، والناحيه الثانيه بيلعب بلوك شو بدل تريبير، والباقي كله نفسه، هو راي ديكلان رايز وكالفين فيليبس وداون ماونت فودين ستيرلينج وهاري كين. الفكره من انجلترا او الفكره اللي بيحاول يطبقها ساوث جيت في الملعب ومش عارف يطبقها صح تماما، هي فكره وبيحاول يطبقها المباراه اللي فاتت وبرده مش مطبقها مباراه كرواتيا صح. ايه الفكره اللي بيحاول يطبقها؟ هو بيحاول ياخد كذا فكره من المدربين في الدوري الانجليزي، كذا فكره من المدربين الدوري الانجليزي، ويحاول يخلطهم ويعمل مزيج ما بينهم ويطلع بشكل للدوري للفريق او المنتخب الانجليزي. ولكن ساوث جيت بيحاول يعمل حاجه بتحصل في توتنهام، الحاجه اللي بتحصل في توتنهام واللي بيحاول يطبقها، اللي يخلي هاري كين يخرج بره البوكس تماما، ينزل لعمق الملعب، ينزل يمسك مثلا لاعب نمره 6 او يخرج بره منطقه الجزاء في العموم، ويخلي ستيرلينج يخش في العمق، ولكن مش بيخلي فودن يخش من ناحيه تانيه للعمق، لا ده بيخلي كالفين فيليبس يخش هو في العمق. والفكره تخلي كالفين فيليبس هو اللي يخش في العمق، مش بتخلي مثلا فودن او ماونت. الفكره اللي انت كالفين فيليبس بيلعب طول الموسم مع ليدز يونايتد لاعب نمره 6 صريح، لاعب كل خصائصه في ارضيه الملعب انه يستخلص الكوره، واللي هو يخش بعنف، واللي هو يقطع كرات ويبتدي يسلم ويستلم بسلاسه وبساطه. ما بيلعبش اللي انت عايزه من كالفين فيليبس، ده ما بيعملوش، ما بيكملش جوه منطقه الجزاء، وده اللي مخلي كالفين فيليبس مش عارف يلعب في انصاف المساحات اللي بيسيبها له هاري كين. اللعيبه اللي بتعرف تلعب في انصاف المساحات دي، امثال مثلا هندرسون اللي انت سايبه اللي سايبه على الدكه، جريليش اللي بيلعب في استون فيلا بيلعب في المكان ده وبيحاول يخترق في انصاف المساحات، فودن نفسه او ماونت اللي بيخليهم ان هم بعاد عن منطقه الجزاء، الاثنين دول بيعرفوا يستغلوا انصاف المساحات كويس جدا. ولكن انت بتختار ان كالفين فيليبس لاعب اللي بيلعب طول الموسم نمره 6، واللاعب اللي بالمناسبه قدم مباراه كبيره ضد كرواتيا في المباراه اللي فاتت، في ظل كرواتيا هو اللي كان بيلعب دكات ودفاع نوعا ما، وكان بيحاول كالفين فيليبس يكسر الخطوط بتاعه كرواتيا، وده بسبب ان لعيبه كرواتيا كانتش مديها مساحه للعيبه انجلترا اللي هي تلعب من الخطوط. ولكن في مباراه النهارده انت لماذا مخلي كالفين فيليبس هو اللي يخش العمق؟ بنشوف النهارده ونشوف من اول البطوله هاري كين مختفي مع انجلترا، مختفي مع انجلترا لان ساوث جيت مش مديله مهام اللي صح اللي يعمل. عندك لاعب تارجت مان نمره 9 في منطقه الجزاء، لو لعبت له اي كوره من ربع فرصه هيعرف يسجلك، لكن انت تختار تخرجه بره منطقه الجزاء تماما، وده اللي مخلي هاري كين مش عارف يعمل الاداء المطلوب. حتى هاري كين لما كان في توتنهام، لما كان بيخرج مره منطقه الجزاء ويبتدي يعمل اسيستات، كان بيلاقي لعيبه بتخش في انصاف المساحات اللي بيسيبها وبيخش بداله في العمق، زي سون وزي هويبرج وزي نودومبيلي وزي حتى لعيبه الاطراف سواء لوكاس مورا او جاريث بيل. ولكن اللي بنشوفه مع انجلترا ان هاري كين بيخرج بره منطقه الجزاء ومفيش حد بيعرف يستغل انصاف المساحات اللي هو بيسيبها، محدش بيعرف يستغل انصاف المساحات اللي هو بيسيبها. الفكره كمان الثانيه اللي ساوث جيت المفروض كان يعملها من بدايه المباراه او المباراه اللي فاتت، ان يخلي او في الشوط الثاني على طول يخرج كالفين فيليبس من ارض الملعب ونزل هندس، او تغير التشكيله تماما وتلعب 4-3-3. بالمناسبه انجلترا بتلعب 4-3-3 في حاله ان الكوره مش معاها، في حاله ان الكوره مش معاها، لكن لما الكوره تبقى معاها بتحول الطريقه ل 3-4-2-3-1. تغير التشكيله 4-3-3، تغير التشكيله 4-3-3 وتنزل جريليش ناحيه الشمال يستغل اطراف المساحات، وابتدي هو يخش من ناحيه الشمال ويدوم من ناحيه الشمال للعمق. دي حاجه. الحاجه الثانيه الناحيه الثانيه تنقل ستيرلينج ناحيه اليمين، وتري ستيرلينج برده يستغل الناحيه اللي يعمل جابها مع ريس جيمس، وتخلي الاثنين اللي في وسط الملعب مع ديكلان رايز او مع كاليان فيليبس ايا كان مين هتطلعه فيهم، وتخلي الاثنين ميسون ماونت وفودن يلعبوا لاعبين نمره 8 وتستغلهم في الناحيه الهجوميه. عارف ان ده كان ممكن يبقى ريسك كبير جدا يعمله ساوث جيت انه يلعب بالشكل الهجومي ده، ولكن دول حتى والكوره مش معاك هيساعدك في الضغط العالي والهاي بريسنج اللي انت بتحاول تطبقه على اسكتلندا. الناحيه الثانيه اسكتلندا فكرت بعقل شويه، فكرت بتكتيك، فكرت اللي هو انا شايف انجلترا قدام مش عارفه
تأدي المطلوب انا كمان افكر واشغل دماغي عليها. شغل دماغها ازاي بقى؟ اسكتلندا في وسط الميدان في وسط الملعب بيعمل حاجه بسيطه جدا، بيعمل حاجه بسيطه جدا، بيخلي مجن يسحب ريس جيمس، يسحب رايس اللي في نص الملعب، يسحبه ناحيه الشمال ناحيه ماجاوجر او ماجاوجر اللاعب اللي بيلعب جناح شمال بتاع اسكتلندا، بيحاول يسحب مجن ناحيه الشمال لا بتاع رايس، وفي نص الملعب في نص الملعب فيليبس نعم بيتقدم لقدام عشان يعمل الضغط العالي، فبالتالي المساحه بتاعت نص الملعب بتبقى فاضيه تماما، فبينزل فيها جيلمور ويستلم في المساحه دي اللي ورا ديكلر رايز واللي ورا كالفن فيليبس، يبتدي يشكل هجمه ويشكل خطوره للمنتخب الاسكتلندي في ظل الناحيتين الجابتين بتوعك ماجاوجر والناحيه الثانيه اللي هو جيلمور اللي بينزل في المساحه، قدروا يشغلوا المنتخب الاسكتلندي على منتخب انجلترا. منتخب انجلترا عقيم جدا، الافكار عند ساوث جيت مش مرتبه، الافكار عند ساوث جيت قليله جدا 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 جدا. ساوث جيت من ايام كاس العالم 2018 يعني عدى 3 سنين على كاس العالم ونفس الشكل بنشوفه من انجلترا، نفس الاداء بنشوفه من انجلترا، نفس العقم اللي بنشوفه من انجلترا. واحد يطلع لي يقول لي يا معلم انت ممكن تكون انجلترا بتلعب كده وهي عايزه تتعادل علشان طريقه في البطوله ما يطلعوش مركز اول عشان ما يقابلوش حد من مجموعه الموت ويلعبوا مركز ثاني او مركز ثالث عشان طريقه يبقى سالك للبطوله. اقول لك ماشي فكره حلو، لكن مش بالشكل ده، مش بالشكل اللي بيقدمه انجلترا. يعني انجلترا قلت لي المباراه دي يعني هو المتعمد اللي هو يتعادل فيها، لكن مباراه كرواتيا لا، انجلترا بتلعب نفس العقم. اسكتلندا النهارده لما شافت انجلترا ما باليد حيله وبتلعب بعقم زي ما احنا شايفين طمعت في المباراه، طمعت في المباراه وشفنا ضغط من اسكتلندا. جينا في نهايه المباراه من انجلترا هي المرشح للمباراه وهي الاقرب للفوز وهي المفروض الطبيعي ان هي تفوز بالمباراه، لا اسكتلندا هي اللي طمعت في المباراه وهي اللي بتحاول تروح على الجون وهي اللي بتحاول تكسب الماتش. طبعا نقطه مميزه جدا لاسكتلندا، اسكتلندا عندهم المباراه الاخيره كرواتيا، كرواتيا اللي داخل البطوله بلا هدف، اللي داخل كده شارب وخلاص، ممكن تحصل مفاجاه كبيره جدا ولصعاد المجموعه انجلترا والتشيك واسكتلندا كرواتيا تدخل البطوله، وارد جدا وارد جدا في اخر مباراه اسكتلندا تخطف فوز قدام كرواتيا تطردهم بره البطوله، وارد جدا التشيك تكسب انجلترا، وارد جدا التشيك تكسب انجلترا المباراه اللي جايه وتخلي وتشيل تسعة اول مجموعه، وارد جدا كل حاجه وارده في المجموعه بعد النهارده تعادل انجلترا وفوز تشيك كده تشيك وانجلترا الاثنين معاهم 4 بونت وكرواتيا بونت واسكتلندا بونت. ممكن الجوله الجايه تحصل حاجات كتير، ممكن انجلترا تكسب التشيك واسكتلندا تكسب كرواتيا ويصعدوا الثلاثه، ممكن كرواتيا تكسب اسكتلندا والتشيك تكسب انجلترا ويصعد التشيك الاول وانجلترا الثاني وكرواتيا الثالث. كل حاجه وارده في المجموعه وهنشوفها في الجوله الاخيره. يا انجلترا انا كنت براهن عليها من اول البطوله اللي هي تصعد كاول للمجموعه واللي هي تصعد وتاخد البطوله، حتى نزلت على فيسبوك قبل البطوله ان انجلترا بطل البطوله، بس انا غلطان لا اتوقع ده، لان انجلترا بالمستوى اللي احنا شايفينه ده لو قابلت ايطاليا، لو قابلت هولندا، لو قابلت فرنسا، لو قابلت البرتغال، لو قابلت اسبانيا، قابلت اي حد من الفرق اللي بتقدم كوره كويسه في البطوله السنه دي لا ممكن نشوف انجلترا بره البطوله، وارد جدا وارد جدا جدا جدا. انجلترا مش عجباني لحد دلوقتي في البطوله، انجلترا لحد دلوقتي ما قدمتش اي حاجه تخليك تتعاطف معاها ولا تشجعها، مع ان من اول البطوله انا بشجع انجلترا وحابب انجلترا وعايز تاخد اللقب، ولكن الشكل اللي انجلترا بتقدمه ما تخليش اي حد يتعاطف معاها بصراحه. وانا بعلنها ان انا اللي بشجعه الاول عندي في البطوله هو منتخب ايطاليا، ولكن بعدها يجي اي منتخب تاني لو بصراحه. بس في الاول ده كان رايي انا في مباراه انجلترا واسكتلندا، وقول رايك انت في مباراه كومنتس في مباراه انجلترا واسكتلندا، وقول رايك كمان توقعك عند انجلترا قادره انها تكسب اللقب في الاخر بلادنا هنشوف ده ولا نفسها مش هتطول في البطوله وتخرج بالكثير قوي الدور الجاي او الدور اللي بعده. قول كمان اسكتلندا هل قادره على الوصول من المجموعات ولا لا؟ قول الكوره توقعاتك رايك ده في الكومنتس. لا حد ما تنساش تعمل لايك عشان توصلك بالعالم للناس، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي في الديسكربشن تحت. اول مره تشوفني اعمل سبسكرايب في قناه فعل الجرس يجيلك اول جديد ويجيلك حلقات اليورو اول باول، بكره كمان في حلقات مهمه جدا عن دوري ابطال افريقيا واليورو، فانزل اعمل سبسكرايب وفعل الجرس يجيلك اول باول، واعمل شير على فيسبوك ريتويت على تويتر. كان معكم مصطفى، اشوفكم في المسابقات الجايه، سلام.